نستكمل. احنا لازلنا موجودين في المعرض المصاحب للمنتدى الخامس صاحبات الاعمال الخليجيات. الان نعطيكم مفاجاه، احنا على اللايف احدى المذيعات في الاذاعات السعوديه، طبعا ما نقدر نقول اسم الاذاعه لكن هي مذيعه معروفه وما حنصرح باسمها، فهي حتكمل اللايف. يلا مساء الخير متابعيننا، اليوم حنسوي تغطية بسيطة للمنتدى، للمعرض المصاحب للمنتدى الخامس لصاحبات الأعمال الخليجيات، وحناخدكم في جولة ما بين البوثات للمشاركين في المنتدى. حنبدأ مع الأستاذة نعمة مصممة مجوهرات، ونبدأ نشوف إيش رأيها وكيف مشاركتها في المنتدى. أهلا وسهلا. أهلا بك، مساء الخير عليك وعلى متابعيني وعلى كل اللي بيسمعونا دحين. معكم نعمة الصوراني، صاحبة مؤسسة نعمة الصوراني للذهب والمجوهرات، مصممة خاصة. احنا مشاركين في المنتدى الخامس لصاحبات الأعمال الخليجيات، والحمد لله اشتركنا فيه، كان منتدى جدا رائع وفعالياته جدا قوية. تعرفنا على سيدات أعمال من على مستوى الخليج، وشفنا سيدات أعمال، على صار في تعاون وتبادل آراء، كان منتدى جدا مثمر. بالإضافة طبعا للعرض والمبيعات والتعارف اللي صار، فبالنسبة لي أنا كان مصممة مجوهرات، هذه معروضاتي. تفضلي تعرفينا عنها. أنا بالنسبة مصممة، زي ما ذكرت، مصممة خاصة، قطعي محدودة limited edition. نعمة الصوراني هي براند سعودي.